أمشي في المطر. السلام على أهل هذه الأرض الطاهرة، أهل غزة العزة، أهل غزة اللي عمرهم ما بينزلوا راسهم لأي حدا، أهل غزة الإباء اللي كل الناس فيها صندوق. بيوتنا راحت؟ آه دورنا راحت، استشهدوا منا كتير؟ آه حنجيب وحنعمرها بإذن الله، وحولادنا حيرفعوا راسنا وحيرفعوا راس هذه البلد، وحنرجع ونصلي في الأقصى إن شاء الله، وحنصلي في الأقصى غصب عنهم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد. أهل غزة إحنا شرفنا الله إنه كنا الجيش الأقوى في العالم، ونتحدى وحنتحدى ونقهر. ترى كم دولة؟ كم دولة؟ خمسة. جهزوا جيوشهم، جهز دباباتهم، قديش لنا؟ أكثر من 137 يوم. 137 يوم ومستدرين على هذه البقعة ومش حيقدروا بإذن الله، لأنه إحنا معنا القوة العظمى، معنا الله عز وجل. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. I love you Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ما شاء الله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أمشي في المطر. السلام على أهل هذه الأرض الطاهرة، أهل غزة العزة، أهل غزة اللي عمرهم ما بينزلوا راسهم لأي حدا، أهل غزة الإباء اللي كل الناس فيها صندوق. بيوتنا راحت؟ آه دورنا راحت، استشهدوا منا كتير؟ آه
حنجيب وحنعمرها بإذن الله، وحولادنا حيرفعوا راسنا وحيرفعوا راس هذه البلد، وحنرجع ونصلي في الأقصى إن شاء الله، وحنصلي في الأقصى غصب عنهم، ومش هم اللي طردونا من أرضنا والله، غير طردهم من أرضهم والله. لما نسمع عن قصص، تسمع قصص ناس استشهد أبوها، أنا زرتهم في الشفا، أنا كنا في الشفا لما نزحنا، على فكرة إحنا نزحنا أكثر من 20 منطقة، بلده 21 تقريبا، 21 مرة او 22، هذا قبل اكثر من اسبوع او 21 مرة طلعنا من دولنا، وفي عزة وفي كرامة ورافعين راسنا ومش حننزلها باذن الله. ربنا بهيئ لنا من امرنا رشدا، هذه معركة اساءة الوجه زي ما بيقول بابا، معركة اساءة الوجه ومعركة التحرير القادمة، ان لم تكن هذه معركة التحرير فمعركة التحرير القادمة باذن الله. والله 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 العالم كله محاصر، وغزة مش محاصرة، غزة الوحيدة اللي مش محاصرة، غزة اللي عرفت معنى قوله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، معنى قوله تعالى ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. الله عز وجل إيش قال؟ ولو يشاء الله لو انتصر منهم، ربنا قادر على أنه ينصرنا عليهم اليوم قبل بكرة، لكنه امتحان إلنا وابتلاء، ونبلونكم بشيء من الخوف ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الحمد لله اللي شرفنا وعزنا وكرمنا ان نكون في هذه الارض المباركة، الحمد لله اللي اختارنا من بين كل أمة لا إله إلا الله، انه احنا ندافع عن قضيتنا، انه احنا ندافع عن ارض الرباط، عن ارض المسرى، عن ارض رسول الله، رسول مش إلنا لحالنا، رسول لكل المسلمين، لكن يا خوف على 2 مليار مسلم اذا ما كانوش قادرين يدخلوا كيس طحين لاهل غزه. اهل غزه احنا شرفنا الله انه كنا الجيش الاقوى في العالم، ونتحدى عن تحدي ونقهر كم دوله كم دوله خمسة. جهز جيوشهم، جهز دباباتهم، قديش لنا أكثر 137 يوم، 137 يوم ومش قادرين على هذه البقعة، ومش حيقدروا بإذن الله، لأنه إحنا معنا القوة العظمى، معنا الله عز وجل. لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون، أراكم ذاهبين ولم تعودوا، أكاد أصيح إخواني خذوني، فلست أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني، أودعكم يا راحلين، يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي، هل تسمعون هل تسمعون توجعي وتوجع الدنيا معي، أودعكم. لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.